قال شبهة يروج لها الصوفية. قال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البنيان على القبر فكيف يدفن في حجرة السيد عائشة رضي الله عنها ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنه؟ طبعا دي من الشبه اللي بيروج لها حميدة وغيرهم من أهل البدع والضلال عشان يبني القبة بتاعت البرعي. أسمع كويس يا حميدة، عشان يبني القبة بتاعت البرعي يجي يقول لك يا الآن يعني أخواننا في المسجد النبوي دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أنت دلوك ساي ما عارف حاجة يا حميدة، تظل راسك أنظف من الواطة بتاعت الحمامات، تفاهم؟ فالكلام إنه يا بريد يا حميدة إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما مات واختلف أصحابه رضي الله عنهم في أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، أشار بعض الصحابة إنه يدفنوا في البقيع مع أصحابه، وبعضهم قال ندفن في المسجد. فلما اختلفوا قال أبو بكر إذا دفناه، وبعضهم قال يدفن في الفضاء. الكلام ده كله نقل الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، فهمت؟ قال أبو بكر الصديق قال لهم ما يدفن مع ال 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 الفضاء، ما يدفن في الفضاء حتى لا يتخذ قبره وثنا. ده كلام أبو بكر الصديق، ده ما كلام الوهابية يا حميدة، يا راسك فاضي، ده راسك فاضي ساكت. ثلاثة آيات مع حافظة، شفت العمة الكبيرة دي؟ عمائم على بهائم، عمة ما فتحتها ما في ايش، فهمت؟ العمة دي لو كان ربطوا بها بهيمة كان أنفع للمسلمين. فبعد ذاك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت بر المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، وكان الحجرات بتاعت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قريبة من المسجد، فهمت؟ في الجهة التي على غير القبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة أو كان انتهى من نصيحة للمسلمين أو أمر من أمور المسلمين دخل إلى بيوت أزواجه. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفته أبو بكر الصديق بيته مفتوحا على المسجد، لأنه إمام المسلمين الناس بتكون دارة تدخل عليه وعندهم مسائل وعندهم حقوق دارين يعني يلاقوا إمام المسلمين وهو الإمام الأعظم أبو بكر الصديق. فكانت بر المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها. جاء عادي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ثم جاء عهد معاوية رضي الله عنه، ثم يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، ثم معاوية ابن يزيد، ثم يزيد ابن معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، ثم جاء عهد مروان. ديل كم خليفة؟ ديل أكثر من عشرة، فهمت؟ مروان، جاء ابن عبد الملك ابن مروان، فهمت؟ بعديك جاء الوليد ابن عبد الملك. ده نمرة كم؟ تقدر تحفظ ذيل يا حميدة؟ فهمت ولا أجيب لك محايا؟ فالوليد الأخير ده بعد أكثر من ثمانية من الخلفاء قال دار يزيد المسجد، فقام دخل غرفة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام بدليل. انت قاعد ساكت؟ أبو بكر الصديق قال لهم وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إنما ندفن حيث قبضنا. يعني إذا قبض نبي من الأنبياء محل القبض فوق ده يعني يبعد النبي ويحفروه ويدفن فيه النبي. عشان كده لما سمعوا الحديث قالوا إنك عندنا لست بمتهم. صحابة قالوا له نحن عارفين قدرك يا أبو بكر الصديق، كلامك أنت عندنا زول ثقة، تبع زول شيخ الحمامات، زول ثقة، فهمت؟ فقاموا طوالي خطوا خطا يعني عملوا شكل القبر في 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 فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم احتمله العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجموعة من آل البيت من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوه بعيدا، ثم حفروا موضع السرير الذي كان
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ طيب واحد يقول لك عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام دفن، أنا ما دار أناقشك بالشبهات، لا ما جاء ساكت، هو يشتغل ما نفع، جاب البريطانية وأظنها بتتعلم لها في كورس أصل الإنجليزي ده وفهمه، باقي لك حميدة، باقي لك الناس القاعدين لحميدة فاهمين الإنجليزي ده بيقول في شنو؟ ده مسكين ساكت داري غشهم، والسودانيين طبعا مما تجيهم بلغة غريبة، فهمت؟ طوالي بيجوك جاري يقول لك يا سلام، بلا شوف عالم هو بيقول لهم مستر هومفر ومحمد عبد الوهاب، وطيب دي بتتكلم في شنو؟ البريطانية دي بتتكلم بها لغة يا بليد يا حميدة، عشان تعرفوا زول جاهل، فهمت؟ إذا قلت لي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ديل في إشارة من حديث أبي موسى، في إشارة، والإشارة دي طبعا معمول بها في أصول الفقه، وده زول دلوكة ساهل، صلعتك دي تنفع دلوكة بس، فهمت؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان على حائط، تعرف الحائط يا حميدة؟ حيطة تقع فيك، الحائط المقصود به البستان يعني الحديقة. قال فقال أبو موسى لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، قال أنا حاقعد هنا وأكون بواب النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ وقف في الباب بتاع البستان، قال فجاء أبو بكر فاستأذن، قلت على رسلك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستأذنت له، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام على البئر، في بئر جوا الجنينة، النبي صلى الله عليه وسلم دل رجليه داخل البئر، فجاء أبو بكر وجلس عن يمينه، قال فلم نلبث إلا قليلا حتى جاء عمر يستأذن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له وبشره بالجنة، فجاء فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم لم نلبث إلا قليلا فجاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فهمت الحاصل؟ قال فدخل عثمان رضي الله عنه فلم يجد على جنب النبي صلى الله عليه وسلم مكانا فجلس في الاتجاه المقابل، قال راوي من رواة الحديث قال فأولتها قبورهم، قبر أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ يمينه، وقبر عمر رضي الله عنه شماله. يا حمال انت فاهم الموضوع ده؟ ده حديث تبليد ولا شنو؟ وعثمان بن عفان مدفون وين؟ مدفون مع بقية الصحابة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده الشاهد من الحديث، كلهم دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في العهد ده كله أكثر من 60 سنة أو 70 سنة، ما كانت حجرة عائشة داخل المسجد النبوي. لما جاء الوليد ابن عبد الملك ابن مروان كويس ومسك الخلافة بعد كثير من الخلفاء، قال داري يدخل الحجرة في المسجد من باب زيادة وتوسعة المسجد النبوي. العلماء بتاعنا التابعين قالوا له ما تعمل كده، لأنه هذا الأمر ما بيجوز وكذا، وهو الخليفة طبعا السلطان عنده، ومنهج السلف إنك تنصح الحاكم لكن شنو؟ لكن ما تخرج عليه. فقال لهم أنا بدخله في المسجد، دخلوا في المسجد فكانت هي الفتنة، فليس هذا رأي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو رأي علماء التابعين، بل رأيهم على خلاف ما فعل الوليد بن عبد الملك. تفهم الكلام ده عشان تقدر ترد على هذه الشبهة. يجيك حميدة كويس، انت الان عامل لي قبة حمد النيل جوا المغابر، دار توسع شنو انت؟ سؤال، دار توسع الفونية بتاعتك ولا شنو؟ دار توسع شنو كويس؟ بجاي تلقاهم في البادراب الازرقاب على الجماعة بتاعين العيلفون والبدر غيرهم، عاملين لهم قباب ليه؟
أعد أولي أكثر من الصحابة؟ ما أكثر من الصحابة. ليه أنتوا يدفنوكم هناك؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام روت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحاديث كثيرة جدا في النهي عن البناء على القبور. عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي لفظ آخر من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذاك أبرز قبره، قالت: ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عرفت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي، ده من التابعين، علي بن أبي طالب رسله قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. والله يا حميدة، رب سبحانه وتعالى لو ادانا في البلد دي شد نص ساعة بس، القبب دي نبقيها زي صلعتك، والله نبقيها زي صلعتك، نظيفة لو نزلت فيها مطرة تجي واقع، فهمت؟ نبقي لك البلد دي كلها واحد. أي مسجد فوقه قبر، إذا المسجد بني أولا بنقرع القبر، وإذا القبر أول بنهدم المسجد، فهمت الحاصل؟ بنجينا كلهم برعي وودرية ورجال العيلفون كلهم، لكن ما هسي ده لما نحن نبقى ماسكين البلد، فهمت؟ وكده. أما نحن الآن مع حكام بنتكلم، والحمد لله كلامنا ده غايز ناس حميدة، كل ما تتكلم حميدة تلقاه يكورك. أوه بيكورك ليه؟ لأنه انقطعت منه الميرة، ما ده الدكان بتاعه النقاطة. انت لما تتكلم واحد من الجماعة اللي كان قاعدين معاه يعرف انه ده الحق وانه حميدة كذاب، ده بيمرق منه كده نقص 5000، تاني يوم في 3 بيمرقوا 20000، تاني يوم 15 مرقوا اضرب في 5 75000 زائد 20 الجبال بقت 95000. حميدة كل يوم كيس الخضار نازل نص كيلو، الطماطم بتاعته نزلت، السكر بتاعه نزل. عشان كده حميدة رمضان الفات بقى يشحت في العصير، والله لسه والله لقدام العمة تشحدك، بتغطي بها صلاتك العمة تشحدك. ليه؟ لأنك انت زول بتعارض الدين ودار تلعب على المسلمين وشغال تبرك لزول ميت البرعي، فهمت؟ خايف انك يعني تتقرب الى الله سبحانه وتعالى وتتوجه الى الله عز وجل، ودائر انت تشارك ربنا سبحانه وتعالى بشيخك البرعي. والله البرعي ده ما ورطك ما يعمل لك حاجة، ما عنده اي حاجة البرعي. ربنا قال: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. البرعي ما عنده حاجة، ما تسمع القصائد بتاعته القصائد اللي هنا يجي يقول لك: الأولياء منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، باطن وظاهر، كذاب يا البرعي وكذاب النشر ليك وأكذب منكم حميدة، فهمت؟ ما عندكم أي حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى، ما بتقدروا تسووا في الكون كون ربنا ما بتقدروا بيسوي فيه حاجة، فهمت يا حميدة؟ ولذلك نحن لا نزال ما بقيت فينا روح نتكلم في البرعي، نتكلم في ود بدر، نتكلم في حميدة، نتكلم في كل أئمة الضلال، فهمت؟ لأنه ده دين ربنا سبحانه وتعالى، لازم نكشفك للرأي العام، فهمت؟ ولسه أنت ما شفت حاجة، لسه ما شفت حاجة. إن شاء الله الأسبوع الجاي الدورة أجلناها، لكن إن شاء الله الأسبوع الجاي هتكون دورة في كشف أباطيل الصوفية، فهمت؟ كل ما تجي تقول يا أخواننا واتكلم في البرعي يجيبوا لك 70 دليل في جواز الكلام ووجوب الكلام في البرعي وتحذير المسلمين منه، تجي تلقى شفاعنا الصغار في الروضة، فهمت؟ أسي نحن لسه في شفاع لسه ما خشوا الروضة، ده لسه بنعلمهم الكلام.
أول كلمة بنعلمها له الله في السماء، وغير الله ما أبذل عنده حاجة. لما نيجي خاش الروضة بنقول له البرعي مشرك كذاب ضال، فهمت الحاصل؟ عشان يخش الروضة يقوم يشتغل في الشباب المعاوة، فهمت؟ يدي داك سندويش ويوريه الحاصل. الموضوع ده ماشي الحمد لله، ماشي لقدام والله. الأمة دي بقت تعرف يوميا، الأمة الإسلامية الناس بقت تتحرر من الصوفية، وتتحرر من الشرك، وتتحرر من الضلالات، وتتحرر من الطرق، وتتحرر من الشيوخ. الباقي لهم أرباب، باقي لهم شوكة حود، واقف لهم قطاع طرق عشان الناس يخشوا جنة الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.